يا نور الهلال أقبل تعال فالشوق طال والقلب سما نحو السماء مترنما رمضان 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 يا حبيب. السلام عليكم البنات, اليوم ان شاء الله فيديو جديد ان شاء الله. اليوم غنحيد من الروتين تاع الطبخ وغندخل الروتين تاع التجميل. اليوم ان شاء الله غنوريكم واحد الكوماز زوين, وفي نفس الوقت غنوريكم ماسك الوجه زوين. تبعوني حتى الاخر. اليوم ان شاء الله ما غندير معكم لا طبخ لا والو في الكوزينه. اليوم غندير معكم واحد القماش وماسك زوين. دابا غنبدا المقشر ديالنا هو الاول, قماش هو الاول عاش ديروا الماسك. المقشر غندا نشد التخت ديال القهوه هو الاول, هو وهنا البنات غدا نشد زيت الكوك. زيت الكوك ديالنا اللي ما عندوش يدير زيت العود بحال زيت الكوك بحال زيت العود. انا عندي زيت الكوك, غادي ندير هاد الكوك ديالي اللي ما عندوش يدير زيت العود. صافي غادي ندير هاداك الكوك ديالي, الكوك مع القهوه مزيان. هنا البنات ها هو الخلط وجد عندنا. دابا غديروه بحال هكا. نتوما البنات فاش ديروا بحال هكا في وجهكم تقوموا بشويه بشويه بحال هكايا وبشويه, حيت البشره عندنا تاع الوجه تتكون رطبه هي بشويه البنات. في نفس الوقت خليوا هاد القهوه شويه في وجهكم واحد 5 دقائق بحال هكاك. ايوا هاد الزيت دخل وجهكم مزيان. هيا انا نخليها شويه صافي, وغادي نمسحها وغندير الماسك ديالنا. الماسك ديالنا غنوريكم باش غنديرو. غنديرو ان شاء الله بدانون السوس, وغنديرو بواحد فرماجة شوية العسل, وغنديرو بالنيلة. النيلة تتصفي الوجه وتترطب وتتبيض الوجه. انا عندي دابا البنات هنايا هاي حجر, انا يلا غادي نضقها وراها. هاي عندي حجرة نشيها. هانتوما البنات المهراز, المهراز انا نطقوها بالمهراز وهاديك الساعة عاش نغربلوها وعاش نرجع معاكم في الوصفة. غبقى حجرة يلا باغي نطقو فيها. هنا البنات هاي النيلة ديالنا دقيناها وغربلناها, هي هادي. غادي ندير معاها انا ضامن السوس, هاو ضامن السوس. منديرش معاه العسل على قبل, اللي فيه الحساسية ما خاصوش يدير العسل على قبل وجهو. انا ندير طاطا من السوس وحده فريمي فرماجه. ها هي دابا غادي ندير كلشي, خلط كلشي. هي راه تتصبغ البنات ماشي مشكل, الا عندكم الفري راه تتصبغ. وهذيك اللي ما تتصبغش راه ما فري ما والو, هي راه خاصها تبقى مصبغه. شوف اللون ديالها كيدير, شايفين اللون ديالها كيدير. زوينه البنات اذا لقيتو اللي يجيبها ليكم وتكون مزيانه, هي زوينه تصفي الوجه كلشي. الناس تيشكروها تتحيد الطبيعة تاع الشمس, بزاف الحاجات تتحيد هذوك اللي تيبقاو كحلين مقيطات الكحلين. نزيد الطامون باش ما يطيحش. هذا ماسك رائع البنات. دابا انا غنمشي نغسل وجهي حيت دايره لي القماج بالول تاع القهوه. دابا غنغسلو ان شاء الله باش ندير النيله في وجهي اللون الازرق. غنوريكم بلاتي انا نوري لكم في يديا. دابا ما عيقولوا ليهم
تكون في الليل تتكون تتبان بانها زرقانيت نتوما البنات. صافي غديروا بحال هكا ماسك في وجهكم تتنشف مزيان وتحسوا بها نشفات باش غتغسلوا وجهكم. خليو هذيك حساب هذاك 10 دقائق حتى 15 دقيقه تينشف وجهكم. ايوا هذا هو البرنامج اليوم. بغيت نخرج شويه من الطبخ وندير معكم شي وصفه د وجه. تنتمنى تعجبكم البنات، تنتمنى ديروا لي التعاليق كي جاكم هذا الماسك والقماش، تنتمنى تجربوه. يلا البنات بالصحه والراحه مع فيديو جديد ان شاء الله ومع وصفه جديده. بنات بغيت نشارك معكم هذه البوماده، تنتمنى تجربوها حيت هذه افيكاس. هذه بعدا جربتها انا عجبتني. البنات اللي دغيا تيبغيو بان بغينا البياض وبغينا البياض وبغينا البياض، هذه تتبيض في سيمانه تتعطيك النتيجه. كاع البلايص اللي عندكم فيها البلاص التكينه، كاع البلايص اللي فيها بغيتو تبيضوها، تنصحكم بهذه البوماده زوينه تاع الدراري الصغار، ما غالياش، دايره ب 10 دراهم. وقراو البنات فيها الورقه لداخل قراوها وتنصحكم بها. انا بعدا مجربها، انا خدامه فعلا تنديرها لوجهي ما دارت ليا والو، وانا عندي الحساسيه في الوجه ما دارت ليا والو، ونتيجتها تتعطي سيمانه تتعطي النتيجه. يلا بسلامة البنات، نخليكم مع فيديو جديد ان شاء الله، نخليكم مع شي وصفه جديده. ونقول لكم البنات هاد البوماده دايره 10 دراهم، 10 دراهم ما غالياش، كلشي شريها. باي باي.